بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. يسعد صباح كل واحد عنده صباح، ويسعد مسا كل واحد عنده مسا. النهاردة ان شاء الله برضو فيديو جديد لعشاق صيد الغلة من على المية الجديدة اللي هي مية الخيول. للعلم بس عشان الناس اتحمست من الفيديوهات وكل الناس حابة تروح، انا النهاردة 14/10، المية يا جماعة ساقعة خالص، درجة الحرارة في المية منخفضة، والسمكة طالعة متخشبة. السمك قليل خالص طبعا النهاردة، النهاردة الجمعة مفيش حد اترضى من على المية، ولكن احنا معانا بعض لقطات لزمايلنا في الرحلة، ناس قدرت خدت سمك. طبعا هي دوار يعني من ضمن 20 صياد 3 أو 4 صيادين ايه ربنا كرمهم وخدوا سمك. فانا حبيت انبهكم بس عشان الناس اللي متحمسه ايه تخلي بالها، لو حابب تطلع المايه دي في الايام دي ان شاء الله مثلا راقب الجو، لو لقيت مثلا يومين ثلاثه كده الجو محرر فيه انزل بعديها، لكن طول ما الجو كده مبرد وفيه هوا، لان تقريبا درجات الحراره منخفضه على اغلبيه المحافظات، فما ننصحش حد ينزل الايام ديت. لو ربنا اراد طبعا احنا في الخريف، لو الدنيا حررت تاني المايه دي هتشتغل ان شاء الله، لو بقى ما حررتش فده قدر بقى وامر الله. المهم انا حبيت انبهكم بس، تحياتي ليكم ان شاء الله، نتمنى لكم مشاهده ممتعه وخليكم معانا. يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، يا صلاة النبي، اللهم بارك. أحلى تحية للأخ الفاضل حسن عفشة، الله كريم. عم حسن صباحك فل، عم حسن عفشة شارع البطاط ورجالته الطيبة. يلا يا حلوة، يلا يا بطة، صلاة النبي أبو حمو معلم أشرف أبو شكور. صلاة النبي، صلاة النبي. خلي بالكم دي متقاسة على الدراع يا جماعة، شوفوا على الدراع. تعال
أشرف عبد شكور يتحدث عن نفسه. دعونا نظهر ما لدينا. الأرض صلى على النبي. الله ينور ابو شريف. عليك يا ريس. بسم الله الله اكبر. هو ده صبح زح. صبح يا ريس. اللهم صل على النبي. الله اكبر. احلى صباح عليك يا زح. احلى صباح يابا. واللي جاي احلى واحد. نجيب العرض. صلاة النبي. هذا بورت الادوار الجديدة يا جدعان. صلاة النبي. بورت فاشن اهو. هذه البورتة بتاع الادوار الجديدة. أول بشرة الأضواء. واللي جاي يا أحلى. إن شاء الله. هذا البورتة. عملت ستوب.